شيء جميل ان مصر تنظم بطولتين افريقيتين ورا بعض، واحده في الكوره وواحده في الباسكت، ده حاجه جميله طبعا. اللعيبه مش متعودين على اللعب الافريقي، هو تاف جيم شويه، فاحنا بنحاول نظبط اللعيبه بحيث ان هم نجهزهم ان هم يقدروا يلعبوا بنفس الريتم الديفنس اللي هو الاجريسفنس ديفنس. احنا نعرف ان فرقه موزمبيق اخذت اول، في فرقتين من انجولا كويسين قوي، في فرقتين من نيجيريا كويسين قوي، النادي الاهلي مدعم فرقته برده كويس قوي. شايفه انه بالنسبه لنا ان شاء الله هيبقى حافز اكتر لما نبقى بنلعب قدام اهلنا واصحابنا والناس كلها تيجي تشجعنا، تاني المفروض ان هو يبقى حافز اكتر غير لما بنسافر نلعب في افريقيا، ارض مش عارفينها، اماكن مش عارفينها، جو مش عارفينه، وكلها حاجات بالنسبه لنا بتبقى مختلفه. النادي دخل قبل كده بطوله افريقيا، فهم عندهم خبره شويه في اللعب، يعني معانا لعيبه خبره باقي صغيرين، كبار هينقلوا خبرتهم شويه الصغيرين في البطوله. انا بالنسبه لي دي اول بطوله ليا، فطبعا يعني داخله يعني احنا صغيرين عايزين نحقق طبعا يعني حاجه جديده جدا مع النادي ومع فرقتنا. الايم بتاعنا ان شاء الله ان احنا ناخد البطوله، وكلنا هنشتغل على الموضوع ده وهنلعب كلنا كتيم مع بعض عشان ناخد البطوله ان شاء الله. كنا عايزين ندعم الفريق بكذا لاعب، لكن الاعتراضات دي وقفت الكلام ده في الاتحاد الافريقي، فاحنا عندنا البنت الامريكانيه الجديده اللي احنا جبناها كتر كويس، بنحاول بيها مع الاجنبيه الموجوده نسد شويه عشان الفريق يبقى شكله كويس ويحقق كمان مركز كويس في دوري المرتبط. بس احنا ما كناش قريبين من بعض قوي، احنا الماتش الاولاني خسرنا من الاهلي 8 بوينت، وفي الماتش الثاني احنا كسبنا الاهلي 4 بوينت. طبعا فرقه الاهلي فرقه محترمه مع مدرب محترم وجهاز فني محترم هايل، نحاول نتفوق على النادي الاهلي، بس احنا الاهلي بالنسبه لنا مش جول، يعني انا مش بفكر في الاهلي قد ما بفكر في البطوله. اتمنى ان انا اقابل النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله عشان شرف الانديه المصريه، ونحاول نوصل ان احنا بنقابل النادي الاهلي في الفاينل احنا الاثنين. احنا اوريدي وصلنا كاس عالم 7-8 مرات، انا بقول ان المنتخب مصر للانسات بروميسنج اكتر منتخب مصر للرجال، بس نهتم بيهم شويه. نتمنى ان احنا نتقابل في ادوار بعيده شويه مش في الاول، يعني لو مع بعض في المجموعه هتصعب علينا الامور شويه. المنتخب دلوقتي الفتره الاخيره دي طبعا اخذ اهتمام ما كناش بناخده قبل كده خالص، يعني اخر بطوله دي متهيألي المنتخب بتاعنا ظهر بمنظر كويس، انا ما قدرتش اشارك معاهم للاصابه، فمتهيألي يعني لا يعني كان شكلنا مختلف عن البطولات اللي قبل كده، نتائجنا كانت قريبه ما كانتش بعيده زي الاول، يعني الاول كنا نطلع فرق كبير، كل ما هيبقى فيه اهتمام بينا اكتر كل ما هيبقى فرصنا في ان احنا نوصل كاس عالم هتبقى اعلى. كبطوله افريقيه طبعا اللعب بيبقى اجمد وبيبقى مختلف واقوى، فده بتبقى يعني هيفيدنا كمان كفريق وكشغل وكده، فهو حاجه كويسه. هي دي اول بطوله افريقيا النادي الاهلي يشارك فيها على مدار تاريخه لكره السله سيدات، بطوله قويه جدا، خمس فرق بيتنافسوا اي حد يكسب اي حد، ان شاء الله باذن الله حظوظنا تكون كويسه باذن الله الوصول للفاينل باذن الله. بالنسبه لنا طبعا دي اول مره النادي الاهلي يشارك في بطوله افريقيا انديه، والبطوله دي في مصر فوسط اهلنا ووسط جمهورنا وفي الاستاد، فدي طبعا حاجه كويسه جدا جدا لينا، وبتدينا حافز ان احنا عايزين ان احنا نوصل للفاينل، عايزين الجمهور كله يكون معانا، عايزين كل الناس تيجي تتفرج علينا وتشجعنا. بعد البطوله العربيه اللي كانت في اسكندريه السنه اللي فاتت كان حافز لينا كبير جدا، فالسنه دي اكيد ده هيبقى احسن واحسن اكيد، وبصراحه احنا مستنيين جمهور النادي الاهلي يقفل السلطين بصراحه. اللعيبه دي واجهناها في المنتخب قبل كده، احنا ما لعبناش مع النوادي قبل كده بطوله افريقيا، بس شاركنا مع المنتخب، فهي هي نفس الناس اللي هنلعبها تقريبا من انجولا وموزمبيق ونيجيريا، هم جايبين محترفتين، احنا كمان جايبين محترفتين، فاي ثينك ان احنا لعبناهم قبل كده فعارفين اللعيبه وحافظينها. يعني بشكر مجلس اداره النادي الاهلي طبعا اللي هو دعمنا بلعيبه سوبر زي دي اخترناها بعناية. اي بطوله النادي الاهلي بيخش فيها ما بيخشش تمثيل مشرف اي مدير فني او اي مدرب او اي فرقه في النادي الاهلي حتى لو تحت 10 سنين، همها الفوز بالبطوله. انا شايف ان احنا بدل ما كنا نتمرن كل يوم كويس ان احنا لعبنا ماتشين سبورتنج ماتشين سموحه، دي حاجه كويسه يعني، واي ثينك ان هي خبره كويسه اكتسبناها، عرفنا غلطاتنا وعرفنا ايجابياتنا وسلبياتنا، فان شاء الله العائد بتاعها هيبقى كويس قوي في البطوله. ان احنا بنلعب وسط الجمهور بتاع النادي الاهلي وفي مصر، لا طبعا يدينا حافز كبير قوي، خصوصا ان هي اول مره الاهلي يشارك فيها من سنين طويله قوي، فبنتمنى ان شاء الله نظهر بشكل كويس. وجود الجمهور طبعا هو ده كل حاجه، يعني حتى لو احنا خسرانين الجمهور لما يجي هيكسبنا، فاحنا بصراحه نتمنى وجود جمهور كتير في الماتشات، مش عايزين نروح الجمهور زعلان، عايزين ان احنا نكسب الماتشات كلها، عايزين ان احنا من اول يوم في البطوله واحنا فارضين نفسنا، ومن اول يوم في البطوله واحنا قايلين النادي الاهلي ده حاجه تانية. احنا ان شاء الله قدها وهنموت نفسنا لحد اخر دقيقه يعني. بس جمهور الاهلي يجي بكثافه الماتشات كلها، يقف جنبنا يدعمنا جامد جدا، يدعم الفرقه، وانا واثق فيهم ثقه كبيره جدا باذن الله.